فوز مهم للنادي الأهلي على مصر المقاصة، وفوز مهم للبيراميدز على البنك الأهلي. هبدأ بمباراة الأهلي ومصر المقاصة. كابتن أبو الدهب، هل شايف إن التوقيت ده هو توقيت النتائج، إن أنا أكسب الثلاث نقاط، ولا الأداء برضو بيكون مؤشر إن أنا هستمر في المنافسة ولا لأ؟ لا، هو الأداء بيبقى عامل عليه عامل كبير يا إسلام، إن أنت أداء ونتيجة، لأن الفرق الكبيرة دايماً والنادي الأهلي يعني أو جماهيره أو مسؤولين ما بترضاش بالأداء المخيب للأمال، ويمكن إحنا شفنا النهاردة يمكن الشوط الأولاني أنت بتلعب فرقة المقاصة، يمكن مش عايزين المقاصة بتلعب للشو أو بتلعب مباراة ضد النادي الأهلي بيسوقوا نفسيهم أو بيعملوا مباراة جديدة. انا يمكن انا شفت كابتن عيد المرزوق قال لك انا بقول للعيبه العبوا، انتوا بتلعبوا مباراه ضد النادي الاهلي، لكن عملوا مباراه كويسه جدا ومباراه قدروا يروحوا للنادي الاهلي، يمكن ضيعوا هدفين او هدف، جابوا جون الاثنين اوف سايد، لكن وصلوا للنادي الاهلي وكان بيلعبوا بجديه. لكن الاداء النادي الاهلي فعلا محير للاداء او مغير بشكل كبير جدا. لا، كنت اتمنى ان انا اشوف النهارده وهدف ان انت كسبت واعاد الثقه، لكن في نفس الوقت الاداء بشكل عام ما يرتقيش لفرقه النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي، هو ده اللي احنا اتفرجنا عليه او شفناه، ان انت تكسب 1-0 كنت اتمنى ان انت تضغط، ودي يمكن ميزه النادي الاهلي فاقدها في 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 طريقه لعبه على مر الاجيال، ان انت بتضغط من اول دقيقه بتحاول تجيب جول، تحاول تكسب، تحاول تعيد الثقه تاني لنفسك ولاعيبتك ولفرقتك ولجماهيرك. يمكن انا عاوز اقول ان يمكن الفرقه عاوزه لمه او عايزه ان اللعيبه تتلم مع بعضها تاني او ان هي تقعد مع بعضها تاني، سيبك بقى من الاجهاد والارهاق والكلام ده كله، لا انت بتلعب النادي الاهلي فرقه كبيره، فرقه بتنافس على الدوري، لو انت عايز تنافس على الدوري لازم الفرق اللي بتتفرج عليك تكون خايفه او ان هي تبقى مرعوبه منك ان انت هتلعبها، لكن لما بتتفرج النهارده على الاداء وبتشوف الاداء بهذا الشكل اكيد كل الفرق هتطمع فيك وتقدر تعمل معاك نتيجه.